مساكم الله بالخير مشاهدينا، ويا هلا ومرحبا فيكم في حلقة جديدة وخاصة من برنامج مساء الخير يا كويت، وهي مخصصة بالكامل لدعم المبادرة الوطنية الإنسانية اللي تحمل شعار احنا بعد وياكم. في البداية حابة ارحب بفريق العمل المتواجد معنا بالاستديو، اكيد الزميل احمد، مساك الله بالخير. مساك الله بالنور فاطمة، وكذلك ارحب بكل السادة المشاهدين والمتابعين الاعزاء، وادعوهم اليوم لمتابعة هذه الحلقة الخاصة من برنامج مساء الخير يا كويت، واللي خصصناها بالكامل لصالح المبادرة الإنسانية الوطنية الجليلة لدعم الاشخاص ذوي الإعاقة وبيان دورهم الريادي والإنساني المتميز في أزمة كوفيد 19 والعمل المخلص والمشاركة الفاعلة لهم من خلال هذه الأزمة. وأعتقد فاطمة أن اليوم عندنا العديد من الأسماء وكوكبة من الضيوف الكرام والشخصيات المهمة في هذا المجال. فعلا أحمد، اليوم عندنا اتصال هاتفي مع معالي الوزيرة مريم عقيل العقيل، وزيرة الشؤون الاجتماعية ووزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية، وأيضا راح يكون عندنا اتصال عبر الفيستايم مع كل من الدكتورة شفيقة العوضي مدير عام الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة، وأيضا الأستاذة سحر الشوى مستشار التخطيط الاستراتيجي بمكتب المنسق المقيم للأمم المتحدة بدولة الكويت. وأيضا راح يكون لنا اتصال مباشر عبر الفيستايم مع كل من المهندس بدر السميط مدير عام الهيئة الخيرية الإسلامية العالمية، واتصال هاتفي مع الدكتور هلال الساير رئيس مجلس إدارة جمعية الهلال الأحمر الكويتي. راح يكون ويانا عبر الفيستايم أيضا كل من الأستاذ عمر الثويني رئيس قطاع الموارد والعلاقات العامة والإعلام بجمعية النجاة الخيرية، والأستاذ وليد السيف مدير عام جمعية الشيخ عبد الله النوري الخيرية. وراح نختتم الفقرات واللقاءات باتصال عبر الفيستايم مع الأستاذ سعد البليس الممثل القانوني ونائب المدير العام ومدير عام العلاقات العامة الخارجية والداخلية والعلاقات الحكومية وشؤون الموظفين بمجموعة الكوت الغذائية. وبعد ما تعرفنا طبعا على ضيوفنا الكرام من خلال حلقتنا، راح ناخذ فاصل صغير وبعدها نرجع نتواصل معاكم لنبدأ أولى فقراتنا لليوم، انتظرونا. واحنا بعد وياكم. شعور جميل انه واحد يتطوع عشان بيرجع لقد يقدر يعطي شيء ولو بسيط حق بيته. استجابه من الاشخاص ذوي الاعاقه لنداء صاحب السمو بان احنا ايضا جزء من هذه الفزعه. اخلقت لنا قانون، قانون اللي ما يشوفه في الدول الاخرى. تشجيع المجتمع على تبني النظرة الإيجابية للأشخاص ذوي الإعاقة. إنتاج ما يقارب 80,000 تشغيل وتم توزيعها على كل المؤسسات. أعتقد إن دي نموذج من النماذج اللي وجدناها في الكويت بصورة موسعة أكثر من دول. أتقدم بالشكر للهيئة اللي أعطونا الفرصة المشاركة في حملتها الإنسانية. واحنا بعد معنا. طبعا احنا قمنا في خلال الفتره الماضيه بالتعاون مع معهد البناء البشري والهيئه العامه لشؤون ذوي الاعاقه. واحنا بعد وياكم. يا هلا ومرحبا فيكم مشاهدينا، ونبدأ الحين أولى فقرات البرنامج وحلقتنا الخاصة بعنوان إحنا بعد وياكم. ويسرنا أن يكون معنا على الطرف الآخر من الهاتف معالي الوزيرة مريم عقيل العقيل وزيرة الشؤون الاجتماعية ووزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية. حياك الله معاليك معنا في مساء الخير يا كويت. يا هلا ومرحبا فاطمة، مرحبا فيك، مرحبا أحمد، مساكم الله بالخير جميعا. يا هلا ومرحبا. مساك الله بالخير معالي الوزيرة، رحب بمعاليك معنا في برنامج مساء الخير الكويت من خلال هذه الحلقة الخاصة واللي تحمل شعار مبادرة إحنا بعد وياكم. وبداية معالي الوزيرة، يقول المثل من المعاناة تولد الحكمة، فهل تشوفين معالي الوزيرة أن هذه الجائحة صقلت مواهب ذوي الإعاقة ودفعت قدراتهم بصفة أكبر من المرجوة منهم؟ بسم الله الرحمن الرحيم. بالبداية صراحة أنا ودي أشكر وزارة الإعلام، أشكر قطاع التلفزيون، ولكم أنتم خصوصا مساء الخير الكويت على الدعم اللي قاعدين تقدمونه من أجل توثيق هذه الحملة
وتوثيق عمل الجهات في الدولة اللي في مكافحة فيروس كورونا. نعم. ودي أيضا أؤكد على أن مبادرتكم هذه ما هي إلا توثيق لأبعاد ومضمون الشراكة التكاملية بين الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع المدني، وأيضا الدعم اللي يعني حقق هذه المبادرة اللي هو برنامج الأمم المتحدة الإنسائي. أما بالنسبة يعني للسؤال اللي تفضلت فيه فأكيد 100% نعم، لو ما كان أبنائنا من ذوي الإعاقة عندهم هذا الشعور، عندهم هذه الرغبة في أن يبون يوظفون قدراتهم الخارقة، نعم، كان ما طلعت هذه الحملة الوطنية المجتمعية. صحيح. ذات الأبعاد طبعا الكبيرة، لأنه مثل ما قلت معي برنامج أمم المتحدة حققت وثقلت نتائج مواهبهم. إيه نعم، لأن الحقيقة من خلالها قدرنا أن احنا نمكنهم في الأعمال التطوعية، قدرنا أن احنا ندمجهم بالمجتمع، قدرنا نحقق رغبتهم في أن ونعطيهم دورهم داخل هذا المجتمع في وقت الشدة، مثل ما هم لهم دورهم من بعد في وقت الرخاء. نعم. لذلك كانت هذه يعني المعاناة 100% انعكست يعني عليهم وأدت إلى قيمة مضافة إن شاء الله يعني وصلت شخصياتهم فيها. نعم. نعم معالي الوزيرة، شنو تقييمك لهذه المبادرة الوطنية لذوي الإعاقة لمكافحة فيروس كوفيد 19 على الصعيد الاجتماعي والإنساني والتطوعي؟ على الصعيد الإنساني صراحة تأتي هذه المبادرة إيمانا يعني منا بالدور اللي تؤديه الهيئة العامة للقوى اللي عفوا لشؤون ذوي الإعاقة، نعم، في رعاية أبنائنا من ذوي الإعاقة في المجتمع نتيجة طبعا النهج اللي قاعدة تتبعه في تخطيط برامجها مبادراتها وتأسيسها للعمل المؤسسي. أما على الصعيد الاجتماعي فهو مثل ما يعني بينت قبل شوي الدمج وإشراك ذوي الإعاقة في هذه المبادرات الاجتماعية في ظل كل الظروف داخل المجتمع بالرخاء أو بالشدة 100% لها أيضا يعني أبعادها المهمة، لأن بالنهاية هي قاعدة تعبر عن تضامن فئات المجتمع بشكل عام. نعم. وبنفس الوقت دعم فئات المجتمع لهذه الفئة بالذات. صحيح. أما طبعا على الصعيد التطوعي فأنا يعني أكيد تشاركوني أن تكاتف أبناء وبنات الكويت من خلال تسارعهم في التسجيل والتواجد في صفوف الدفاع الأمامية وتقديم خدماتهم مساعداتهم تضحياتهم حق الكويت مؤكد أن هي محل تقدير واعتزاز الكل والجميع. إحنا بالنهاية يعني نفخر أن عندنا شباب واعي، نعم، يقدر حجم المسؤولية اللي عليه تجاه هذا الوطن، ولا ننسى أن أبنائنا من فئة ذوي الإعاقة هم جزء من هذه الطاقات. صحيح. لذلك يعني هذه الحملة صراحة لما جت كانت تهدف أو كانت يعني هدفها أن المعاق له هذا الحق بأن يلبي نداء الفزعة حالة حال باجي أبناء الوطن، أن يؤدي دوره داخل في ظل هذه الظروف داخل الكويت وعنده إمكانياته، وأيضا هناك حدود لهذه الإمكانيات، لكن إحنا دورنا أن إحنا نوفر له كل الإجراءات ونوفر له أيضا كل الظروف اللي يقدر أنه يحقق هذه الرغبة. لذلك جاءت هذه المبادرة الوطنية وجاءت هذه الحملة اللي من خلالها صراحة كانت الجهود للهيئة لمعهد البناء البشري، كانت الجهود الأمم المتحدة، كانت الجهود ل 28 جهة شاركت وكانت راعية لكل أنشطة الحملة وحققت اللي حنا نبي أن يعني يقوم أبنائنا المعاقين بجهودهم بتوزيع المساعدات في تصنيع واقي الوجه في أن يوزعون على الصفوف الأولى. نعم. طبعا كانت معهم الفرق الكويتية الطبية الهندسية اللي علمتهم شلون
ودربتهم وخلتهم يشاركون في انهم يدعمون مواهبهم ويبرزون قدراتهم اللي ارد اكد انها لا تقل عن قدرات بالطبع اخوانهم داخل المجتمع. نعم طبعا معالي الوزيره اللي تفضلتي فيه هو عين الصواب، لكن قبل ان اختم معك وايضا ودنا ان نتطرق للعديد من المواضيع، لكن بنركز اليوم على نقطه مهمه جدا واعتقد اللي تفضلتي فيه كان هو الخلاصه، لذلك قبل الختام الكلمه الاخيره اللي حابه توجهينها للساده المشاهدين. الحقيقه انا كل اللي يعني ابي اقوله ان دعم الدوله للاشخاص ذوي الاعاقه وايضا اهتمام الجميع سواء كان بالمؤسسات اللي ذكرتوها اللي الان ان شاء الله انتم مستضيفينهم يعني مؤسسه تلو الاخرى تؤكد ان المعاقين هم جزء لا يتجزا من هذا المجتمع وان احنا فخورين فيهم وان احنا من خلال هذه الحمله استطعنا ان نحقق يعني مشاركة مجتمعية بكافة أطرافها مثل ما قلت في البداية بين الحكومة بين القطاع الخاص وأيضا بين المجتمع المدني. كل الشكر لهم كل الشكر لهم يعني مثل ما قلت للمعهد اللي درب للجهات اللي شاركت لأبنائنا المعاقين اللي فعلا جهودهم كانت جبارة في نجاح هذه الحملة. وطبعا الشكر موصول لكم على الاستضافة على دعم هذه الحملة وأساكم على القوة. الله يقويك. شكرا لك معالي الوزيرة مريم عقيل العقيل وزيرة الشؤون الاجتماعية ووزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية على هذه المبادرة الجميلة، هذه المبادرة أحمد اللي شارك فيها تقريبا 29 قطاع في الدولة من حكومي وخاص. نعم أعتقد أن معالي الوزيرة أشارت إلى نقطة مهمة جدا فاطمة وهي قضية الشراكة ما بين القطاع الحكومي والقطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني مع المجتمع المدني لتبين مدى أهمية وفاعلية مثل هذه المبادرات الإنسانية والمجتمعية. إذن السادة المشاهدين لا شك أن للهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة دور فاعل في دعم ورعاية هذه الشريحة العزيزة على قلوبنا جميعا، وتأتي المبادرة الوطنية إحنا بعد وياكم لتعزز مثل هذا المفهوم، كما أن للأمم المتحدة دور فاعل في هذه المبادرة. خلونا مع بعض نشوف هذا التقرير. مشاهدينا، الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة تقدم الكثير من الخدمات لإخواننا وأخواتنا من ذوي الإعاقة. حبينا نسلط الضوء على الكوادر والإخوان والأخوات اللي قاعد يبذلون جهود كبيرة في القطاع المالي والإداري في الهيئة من خلال هذا التقرير. تابعونا. لتسليط الضوء على دور الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة من الناحية الإدارية والطبية، يسعدنا أن يكون معنا ضيفتنا الأستاذة هنادي المبيلش نائب المدير العام لقطاع الخدمات النفسية والطبية والاجتماعية ورعاية المعاقين بالإنابة. قواك الله ويعطيك العافية، ويريت تكلمينا عن هذا الدور الدور الإداري والطبي خلال أزمة كوفيد 19. نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. قامت الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة بعدد من الإجراءات الاحترازية وعدد كبير من الإنجازات في الفترة السابقة في ظل جائحة كورونا، وبدعم من معهد البناء البشري كتعاون وشراكة بإشراف منظمة الأمم المتحدة كان لها دعم في هذه الإنجازات. طبعاً الإنجازات في قطاع الخدمات النفسية والطبية ينقسم إلى ممكن نقول إلى جزئين، جانب إداري وجانب نفسي وطبي اجتماعي. خلونا نتكلم عن الجانب الإداري بداية. الجانب الإداري يتمثل في أهم خطوة وهي تمديد شهادات الإعاقة لمستحقيها ولذوي الإعاقة للشهادات المنتهية في الفترة من مارس إلى يونيو 2020، بالإضافة إلى تمديد الشهادات التي انتهت في كل من ديسمبر 2019 لغاية فبراير 2020 وفق ضوابط وشروط محددة. تم تفعيل العمل عن بعد في الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة لتقديم بعض الخدمات عن طريق الأونلاين قانون 8/2010، وتم التصريح طبعا عن هذه الخدمة في يوم الاثنين الماضي تاريخ 22/6.
كتقديم الرعاية السكنية وعرض الزواج، وتقاعد المكلف بالرعاية طبعاً للإعاقات المتوسطة والشديدة. وتم تخصيص طبعاً أكثر من إيميل للرد على الاستفسارات للمخصصات المالية، للاستعلام عن جميع الشهادات المقدمة من قبل الهيئة وأيضاً خدمات تعليمية، كذلك إيميل للاستفسار عن كيفية إنشاء اسم المستخدم وخدمة المرور في موقع الهيئة للدخول والاستفادة من الخدمات المتاحة. كان الدور الحي والرئيس لإدماج ذوي الإعاقة خلال الفزعة الكويتية للتعاون والتكاتف المجتمعي من أجل التعاطي مع إشكالية الكوفيد 19. وقد كانت الهيئة في الحقيقة سباقة للتعاون معنا في استقراء الدلائل التنموية الدولية والدلائل الشفافية الدولية الخاصة بمنظمة الصحة العالمية في كيفية التعاون والعمل التطوعي. وقد كان ذلك من خلال التعاون المثمر ما بين الجهات الحكومية المختلفة وأيضا الغير حكومية، متمثلة في الهيئة طبعا أولا كجهة الرئيس المشاركة، وأيضا الدفاع المدني التابع لوزارة الداخلية المسؤول والمعني بالإشراف على العمل التطوعي، وأيضا الهلال الأحمر الذي له أعمال جليلة وناصعة البياض في خلال هذه الفترة، والهيئة الخيرية الإسلامية التي أطلقت الفزعة للكويتيين وغير الكويتيين للمشاركة والمساهمة ماليا وغير ماليا أيضا، وأيضا كويت هوب هذا الفريق التطوعي الذي ساهم في تنفيذ أعمال الفيس شيلدز، وأيضا معهد البناء البشري لتدريب ذوي الإعاقة الجهة المسؤولة عن تنفيذ هذه الحملة. حنا بعد وياكم كان ضروري إحنا كدورنا كأمم المتحدة بنسعد بالتعاون وتوفير كافة الدلائل وكافة الشروط المرجعية لتنظيم هذه الحملة مع الحفاظ على التباعد والحفاظ على صحة وسلامة كل المشاركين فيها طبعا. مثل ما شفنا مشاهدينا من خلال هذا التقرير، القطاع المالي والإداري في الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة دورهم كبير جدا، سواء قبل أزمة كوفيد 19 أو حتى في هذه الأزمة لرعاية وتسهيل أمور إخواننا من ذوي الإعاقة، فقواهم الله ويعطيهم العافية على هذه الجهود. كل الشكر للزميل أحمد فرحان على هذا التقرير، وأيضا الشكر موصول للهيئة العامة لذوي الإعاقة أيضا لأنهم هم رغم أحمد الزخم وحالة الطوارئ اللي كانت تمر فيها الدولة، لأنهم ما نسوا أصحاب الهمم ولا نسوا ذوي الإعاقة في إشراكهم في هذه البرامج وإشراكهم أيضا في التصدي لفيروس كوفيد 19. صحيح فاطمة، والكلام اللي تفضلتي فيه هو عين الصواب، خصوصا هذا الإشراك اللي أيضا يدمج هذه الشريحة بالمجتمع حتى تمارس دورها بشكل الفاعل والمطلوب. وأتوجه مرة أخرى بالشكر الجزيل للزميل أحمد فرحان على مثل هذه التقارير الرائعة. نعود مرة أخرى مع برنامج مساء الخير يا كويت، وهذا البث المباشر لحلقتنا الخاصة والتي تحمل عنوان المبادرة الوطنية الإنسانية لدعم الأشخاص ذوي الإعاقة في جهودهم المخلصة خلال جائحة كوفيد 19. ويسرنا الآن أن ننتقل عبر السكايب مع الدكتورة شفيقة العوضي مدير عام الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة، وأيضا وعبر الفيستايم مع الأستاذة سحر الشوى مستشار التخطيط الاستراتيجي بمكتب المنسق المقيم للأمم المتحدة بدولة الكويت. حياكم الله معنا في برنامج مساء الخير يا كويت. الله يحييك. خليتكن البداية معك أستاذة شفيقة، وخلنا نتكلم بداية عن عطاءات الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة خلال جائحة كورونا. دكتورة تفضلي. طيب،
أول شيء طبعاً باسم واسم جميع العاملين في هذه المبادرة الوطنية أتقدم بالشكر لكم في تلفزيون الكويت وفي برنامج مساء الخير بالذات على هذا الدعم وتخصيص يعني حلقة منفردة لنا لعرض إنجازات هذه المبادرة وإنجازات الهيئة في أزمة كوفيد. نعم. أسأل الله تعالى أن يزيل هذه الغمة عن قريب. طبعاً للهيئة أعطاءات كثيرة لكن إحنا نبي نقول على سبيل المثال وليس الحصر. نعم. إحنا نقول بعض أهم الأشياء. أولاً طبعاً أن المخصصات المالية والشهرية للأبناء من ذوي الإعاقة لله الحمد وصلت في الوقت المحدد من دون أي تأخير تقديراً لأهمية هذا الأمر في هذا الظرف. نعم. وأيضاً تم تمديد شهادات الإعاقة من أول ما بدأت الأزمة حتى نهاية السنة هذه الحالية ديسمبر لمدة سنة كاملة، وأيضاً تمديد شهادات المكلف بالرعاية تخفيفاً على المعاق وأهله أن يجون الهيئة لأمر مثل هذا. نعم. هي قامت بإعداد فريق من الأخصائيين النفسيين والأطباء للرد على استفسارات المعاقين وأبنائهم في كيفية التعامل في وقت الأزمة، وتم في عمل دورات مختلفة عن طريق الهواتف أو عن طريق الوسائل التعامل عن بعد. أيضا قامت الهيئة بالعمل شؤون ذوي الإعاقة بمخاطبة مجلس الوزراء الموقر للسماح بالموافقة على فتح المؤسسات والمراكز التأهيلية للإعاقات الذهنية الشديدة والمتوسطة، وقام مجلس الوزراء مشكورا بالموافقة، وهناك الآن جاري العمل على إعداد خطة العودة للعمل اللي قام فيها أيضا فريق من الهيئة ومن مؤسسات المجتمع المدني مشكورين في إعداد هذه الخطة. كذلك هناك كثير من الإجراءات الآن تتم عن طريق الأونلاين. نعم. حتى نسهل على الأخوة من أو الأبناء من ذوي الإعاقة يعني إنه يخلصوا معاملاتهم. هذه بس نبذة بسيطة عن الوضع الحالي. نعم. قواك الله دكتورة على هذه الجهود المباركة والخطوات الحثيثة اللي قاعد تبذلينها أيضا لمثل هذه المبادرات الإنسانية اللي تهم المجتمع الكويتي. أنتقل إلى الأستاذة سحر لنتحدث عن جانب مهم جدا وهو دور الأمم المتحدة في دعم ورعاية الأشخاص ذوي الإعاقة. بسم الله الرحمن الرحيم. شكرا طبعا للاستضافة ولتفريق الحلقة لهذا الموضوع المهم. طبعا الأمم المتحدة تفخر دائما بتوعية بدور المهم للأشخاص ذوي الإعاقة، توعية بحقوقهم وتفعيل دورهم في التنمية المستدامة، وخاصة لتفعيل الغايات الإنمائية المستدامة التي وقعت عليها دولة الكويت في سنة 2015 والتي تهدف إلى دمج الأشخاص ذوي الإعاقة في مجتمع شامل يحقق التنمية المستدامة بتفاعلهم وبوجودهم. نعم. وكذلك توفير الخدمات التي تسهل أمورهم سواء من ناحية تعليمية، صحية، وقائية، تدريب مهني، كل ما يلزمهم للقيام بدورهم. كذلك طبعا الكويت تساعد الأمم المتحدة، تعمل على مساعدة الدولة في تقديم التقارير سواء في الاتفاقيات الدولية اللي وقعت عليها الحكومة اتفاقية الأشخاص ذوي الإعاقة. صحيح. وكذلك الغائات الإنمائية المستدامة. وبالتالي دورنا كان بدأ كذلك من بدينا برنامج الأمم المتحدة الإنمائي من سنة 2004 في أول مشروع كان مع مشروع التعلم والإعاقة، كان مع منظمات المجتمع المدني بتقديم المساعدة الفنية من خلال استجلاب خبراء، ثم تطور إلى تقديم بالإضافة للمنظمات المجتمع المدني إلى الجهات الحكومية من وزارة الصحة ومن الجامعة ومن الهيئة العامة لذوي الإعاقة، إلى أن وصلنا في آخر مشروع اللي كان في سنة 2015 أو 16 عفوا. نعم. اللي هو خاص بتحقيق رؤية الكويت بخصوص الأشخاص ذوي الإعاقة وتحقيق اللي هي رؤية الكويت 2035. فنعمل عموما ضمن خطة عمل الحكومة بالإضافة إلى الغايات الإنمائية المستدامة بالإضافة إلى رؤية سمو الأمير 2035 لتحقيق هذه الأهداف مجتمعة. نعم. يعطيكم العافية أيضا على هذه الخطوات وعلى مثل هذه المبادرات. أنتقل مرة أخرى للدكتورة شفيقة العوضي لأتحدث مرة أخرى عن هذه المبادرة. ويمكن دكتورة قبل شوي تفضلتي بنقطة وايد مهمة ودي أركز عليها حتى نوضحها للسادة المشاهدين والمتابعين الأعزاء، حملة احنا بعد وياكم وايضا اهميتها في دعم الاشخاص ذوي الاعاقه والعاملين معهم فيما يتعلق بالجانب الانساني. اخوي احمد، احنا طبعا اقتداء بحضره صاحب السمو امير البلاد المفدى حفظه الله ورعاه. نعم.
طبعا اكيد يعني كل انسان يعيش على هذه الارض يحمل هذا الحس الانساني. فاتت المبادره من معهد البناء البشري ممثله بمديرتها المهندسه عواطف السلمان التي نقدم لها التحيه. نعم. مرتين اليوم. فتم تدشين هذه الحمله. الجميل في الموضوع اخوي احمد انه لما تم تدشين هذا الموضوع تقدم كثير من الابناء للتطوع تلبية للنداء السامي، وطبعا هذا يدل على انهم جزء لا يتجزأ من هذا المجتمع، وتم بحمد الله مشاركتهم في امور كثيره منها توزيع المساعدات الغذائيه ومنها صناعه الفيس شيلد مع فريق كويت هوب للصفوف الاماميه. وطبعا عملوا جنبا الى جنب مع فريق اصدقاء المعاقين ايضا اوجه لهم التحيه، ومع جمعيه اولياء الامور و نادي الطموح الرياضي وايضا اوجه لهم التحيه. هم جميعا يعني عملوا مع بعض، وطبعا هذه قيمه مضافه، يعني هذه قيمه مضافه لهذه الحمله. وبعدين طبعا توسعت الانشطه بعد ذلك، وايضا قمنا بتوفير المعلومات او الارشادات اللي جايه من منظمه الصحه العالميه بطريقه برايل، بطريقه الاشاره للاخوان والابناء من الاعاقات السمعيه والبصريه. نعم دكتورة، أنت كنت توجهين تحية لهذه المجاميع وسميتي كل مجموعة باسمها، إحنا بدورنا نوجه لك تحية على هذا الدور الإنساني والريادي بالمجتمع الكويتي وعلى مثل هذه المبادرات الإنسانية والتي تخرج من رجالات ونساء المجتمع الكويتي اللي دائما يحتذى بهم. أنتقل مرة أخرى للأستاذة سحر، وودي أيضا يعني أتكلم عن نقطة مهمة جدا وهي مشاركتكم الفاعلة والبناءة في مبادرة إحنا بعد وياكم. طبعا الأمم المتحدة تحيي أي مبادرة مجتمعية، سواء من طبعا نعمل مع جميع الشركاء الحكومة والقطاع الخاص والمنظمات المجتمع المدني، فنفخر في أي مبادرة تهدف إلى تنمية المجتمع من خلال العمل أو التخصص الذي يقومون فيه. فهذه مبادرة الحقيقة شجعناها من البداية لأنها فعلا مبادرة، ونحيي أنا كمان أثني على كلام دكتورة شفيع وحيي السيدة عواطف السلمان لمبادرتها، ولا شاركنا قبلها كذلك في مبادرة شركاء لتوظيفهم الخاصة أيضا بتوظيف الأشخاص ذوي الإعاقة، وبالتالي هذه كان تكملة لأنشطتهم المستمرة. فقمنا كذلك بزيارة مركز العمل التطوعي الذي يعني رأينا ما يسر الخاطر، يعني حقيقة من 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 تجمع لمنظمات المجتمع المدني المتنوعة في مختلف المجالات، وتشجيع السعادة والروح التي وجدت يعني في الموضوع متكامل، وبالتالي إظهار طاقات الأشخاص ذوي الإعاقة اللي فعلا عندهم طاقات إيجابية جميلة جدا يجب أن يستفيد منها المجتمع لتكملته، بحيث فعلا يكون مجتمع شامل للجميع لا يترك أحد. وبالتالي كانت يعني من المبادرات والمساهمات اللي بنفخر أنه نتابع معهم بإذن الله تعالى في التكملة وفي ختام البرنامج إن شاء الله يكون في تكريم أممي يستحق أو يكون بما يتناسب مع هذا المجهود وهذا الروح التي ظهرت في هذه المبادرة. نعم، مرة أخرى أنتقل للدكتورة شفيقة، وباختصار دكتورة يا ريت لو تكلمينا عن دور معهد البناء البشري في هذه الحملة وشراكته الاستراتيجية مع الهيئة وتنسيقها في جسد كل هذه الشراكات وما الهدف منها. طيب هو باختصار معهد البناء البشري هو معهد أول معهد الكويت نوعي وغير ربحي يخدم فئات الرعاية الاجتماعية. حنا بالنسبة لنا وقعنا شراكة خدمية معهم، وأطلقنا أول شيء مثل ما تفضلت الأخت سحر حملة شركاء لتوظيفهم، اللي قامت مشهورة بصراحة بتوظيف كثير من الأبناء في القطاع المصرفي، وأشكرهم على ذلك. وأحب هني أنوه لدور العزيزة الأخت الشيخة العبدالله في كل جهودها في هذه الأمور، يعني يجب أن نذكر بأن هي كانت المحرك الأساسي والمشرف على هذه الأمور جميعا، هي كانت معنا قلبا وقالبا من أول خطوة خطيناها. بعد حملة شركاء لتوظيفهم ايضا تم يعني معهد البناء البشري حشد تقريبا 29 جهه. نعم. والان راح تنضم لنا مثل ما قلنا قبل معهد اللي هو جمعيه اولياء الامور ونادي الطموح الرياضي. الهدف طبعا دائما ارسال رساله اهميه الشراكات المجتمعيه واهميه العمل الوطني والتطوعي والخيري والانساني. نعم
إذن في نهاية هذا اللقاء كل الشكر والتقدير لضيوفنا الأعزاء، بداية الدكتورة شفيقة العوضي مدير عام الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة، والأستاذة سحر الشوى مستشار التخطيط الاستراتيجي بمكتب المنسق المقيم بالأمم المتحدة بدولة الكويت. أما الآن مشاهدينا الكرام ننتقل إلى جانب مهم جدا وهو العمل المخلص الجاد والتكافل والتراحم، وهي صفة من صفات أبناء المجتمع الكويتي المخلصين، وذلك بين كافة قطاعات المجتمع. وعندنا مبادرة، هذه المبادرة تدعم المبادرة الوطنية إحنا بعد وياكم، والتي تمتلك مسؤولية مشتركة تقع على عاتق كل من يحملها، وأداة مسؤولية وأمانة وإخلاص. خلونا مع بعض هذا نشوف هذا التقرير ونرجع نتواصل معكم من جديد. نرحب فيكم مشاهدينا من خلال هذه التغطية، وإحنا متواجدين في مركز التدخل المبكر للأطفال ذوي الإعاقة، وهذا المركز تابع للهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة، ويختص بتهيئة إخواننا وأخواتنا من ذوي الإعاقة في ظل ظروف جائحة كوفيد-19 بالعمل وخدمة الكويت ودمجهم في المجتمع الكويتي مع إخوانهم وأخواتهم الأصحاء. تابعونا من خلال هذا التقرير. يعتبر معهد البناء البشري أول معهد نوعي غير ربحي في دولة الكويت يخدم فئات الرعاية الاجتماعية. يؤمن المعهد بحقوق المعاق، حيث اعتبر أن هذه المبادرة هي فرصة تم من خلالها قياس مؤشرات ومعايير نجاح إدماج المعاقين وإشراكهم في المجتمع، والانتباه إلى حقوقهم في مثل هذه الظروف الاستثنائية اللي مر فيها العالم، مثل حقوق المعاقين إعاقات ذهنية، حقوق المكفوفين، حقوق الصم. من خلال الحملة استطاع المعهد أن يحشد كثير من الشراكات التي ساهمت معه في تحقيق الأنشطة للمعاقين. طبعاً المعاق نشوف أن دولة الكويت يعني في جميع مؤسساتها أخلقت لنا قانون اللي ما نشوفه في الدول الأخرى، وهذا الخيمة تحته. فيوم جاءت جانحة الكورونا قالوا الشباب والشابات المعاقين احنا ودنا يعني نساهم في هذا العمل، يعني احنا شباب كويتي. وسمو الامير قال الفزعه الكويتيه، الفزعه لجميع يعني المجتمع. طبعا احنا الحين نشتغل على 3 شفتات، شفت صباحي وبعد الظهر وشفت ليلي حق اللي عندهم تصاريح. احنا ما يقارب الحين عندنا وصلنا قريب 80 متطوع، وعندنا لجان، كل لجنة تدير شفت معين مثلا سواء كانت الصبح أو الظهر أو بالليل، وهذول يعملون على خط إنتاج، وخط إنتاج يوزع على تقريبا 4 مراحل مثل ما تشوفون. كنت قضيت التصوير، المرحلة الأخيرة هي اللي نوزعها ونحطها بالكراتين، في كل كرتون فيه 50 حبة ويتم توصيلها، أو أنه ممكن المستشفيات يون يأخذون من عندنا الكميات هذه المطلوبة. نجدد لكم التحية مشاهدينا في هذه الحلقة الخاصة وهذا البث المباشر لحلقتنا، واللي تحمل عنوان المبادرة الوطنية الإنسانية لدعم الأشخاص ذوي الإعاقة في جهودهم المخلصة خلال جائحة كوفيد-19. والحين راح يجمعنا أيضا لقاء مع شخصيات كان لها دور كبير في هذه المبادرة، وعبر الفيس تايم مع المهندس بدر سعود السميط مدير عام الهيئة الخيرية الإسلامية العالمية، وأيضا وعبر الطرف الآخر من الهاتف مع الدكتور هلال الساير رئيس مجلس إدارة جمعية الهلال الأحمر الكويتي. حياكم الله معنا في مساء الخير يا كويت. أهلا وسهلا. يا هلا، الله يحييك أختي فاطمة ومسي بالخير على الدكتور هلال. هلا حبيبي، حياك الله.
في البداية مهندس بدر السميط، ودنا لو نتكلم عن التوأمة المجتمعية والإنسانية بين الهيئة الخيرية الإسلامية العالمية وقطاعات الدولة فيما يتعلق بدعم الجهود الحكومية لمكافحة فيروس كوفيد 19. بسم الله الرحمن الرحيم. أحب في البداية يعني أشكركم تلفزيون الكويت وهذا البرنامج الرائع مساء الخير، على دائما يعني يركز ويسلط الضوء على المبادرات المجتمعية الرائدة، وهذا الحقيقة دور طيب لهذا البرنامج. بالنسبة لي ما تم خلال الفترة السابقة لجهود يعني دعم الجهود الحكومية لمكافحة فيروس كورونا، الحقيقة منذ بداية الأزمة يعني منذ حتى شهر فبراير الماضي عندما بدأ يلوح في الأفق أن هناك أزمة، تم التحرك من قبل الهيئة الخيرية الإسلامية العالمية. نعم. معالي الدكتور عبد الله معتوق رئيس مجلس الإدارة اتصل في معالي وزير الصحة دكتور باسل الصباح وأبدأ استعداد كامل وضع كل مقدرات الهيئة في دعم الجهود الحكومية. بعدها طبعا صارت أحداث كثيرة ما يتسع المجال ذكرها، لكن في نهايتها في الحقيقة تم يعني القيام بمنصات عديدة للتعاون والتنسيق بين المؤسسات الحكومية من جانب مؤسسات العمل الإنساني والخيري في الكويت، ليس فقط الهيئة الخيرية. الهيئة الخيرية عود من حزمة تجمعت كل المؤسسات أو معظم مؤسسات الخيرية والإنسانية ضمن منصة واحدة، تحالف المجتمع المدني لمواجهة أزمة كورونا، ضمت 51 مؤسسة خيرية إنسانية، وضمت من الجهات الحكومية 5 وزارات: وزارة الداخلية، وزارة الخارجية، وزارة الشؤون، ووزارة الصحة، وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية على مستوى وكيل المساعد، كذلك مدير عام بيت الزكاة ونائب مدير عام الهيئة العامة للشباب. وتفرع عنها يعني هذه المنصات التنسيق لدعم العمل أو المجهود الحكومي، تفرع عنها 5 منصات فرعية: واحدة للدعم اللوجستي، والأخرى للإعلام دعم المجهود الإعلامي، وأيضا منصة لدعم المجهود التطوعي وتحشيد المتطوعين، ومنصة رابعة لدعم المتضررين، ومنصة خامسة كانت آخرهم دعم إخواننا الكويتيين اللي حوصروا في الخارج. طبعا ما في يعني ما في وقت أن نشرح العمل اللي تم من ذاك اليوم لليوم، لكن اللي حب أقوله أن بفضل الله سبحانه وتعالى أن هذه المنصات قامت بدور كبير لتنسيق بين مؤسسات المجتمع المدني وبالتحديد مؤسسات الخيرية والإنسانية وبين مؤسسات الحكومية، وتقديم الدعم كل ما تحتاجه من دعم طيل هاي الفترة إلى اليوم. يعني إحنا ما وقفنا بفضل الله سبحانه وتعالى يوم واحد، حتى في فترة الحظر الكلي إحنا مداومين وفي مكاتبنا وقاعد نقدم الدعم على هذه المستويات كلها الحمد لله. نعم، الله يعطيكم العافية على هذه الجهود اللي تقومون فيها. نتوجه بالسؤال الثاني إلى الدكتور إهلال الساير، ودنا في البداية دكتور لو تعطينا دور جمعية الهلال الأحمر الكويتي ومشاركتها مع هذه المبادرة. شكرا. الحقيقة مشاركة جمعية الهلال الأحمر في حملة وإحنا بعد وياكم اللي أطلقتها الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة، وطبعا معهد البناء البشري بالتعاون مع المنظمة الأمم المتحدة في الكويت، وأيضا كان في مشاركة مع الدفاع المدني وكثير من مؤسسات وجمعيات الدولة من باب المسؤولية الاجتماعية والشراكة الاستراتيجية. دورنا دور الجمعية كان داعم لفئة ذوي الإعاقة ودعم لكل الجهد اللي تقدمه الهيئة العامة لشؤون الإعاقة لهذه الفئة، خصوصا في الظروف اللي مرت فيها الكويت والعالم أجمع طبعا. والجمعية شاركت بهذه الفزعة الوطنية لدعم العمل الخيري. نعم. وحرصت الجمعية من خلال مساهماتها بدعم فرق الصحة. نعم. النفسية للمعاقين وذوي الإعاقات الشديدة والمتوسطة. طبعا وفرنا المستلزمات الوقائية اللي يحتاجها الفريق الطبي التابع للهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة، وهذه المستلزمات مثل الماسكات والقناعات الطبية وأجهزة الحرارية والمعقمات الطبية. وتبقى الجمعية دائما مساندة للحكومة في دعم جهود مكافحة هذه الفيروس.
نعم دكتور الله يعطيكم العافية، وإحنا كنا من خلال مساء الخير يا كويت معاكم في مسيرتكم في التصدي لهذه الأزمة، قواكم الله على هذه الجهود اللي أديتوها. ننتقل بالسؤال الحين إلى المهندس بدر، شلون تشوفون مبادرة حملة وإحنا بعد وياكم، وشنو دورها الإيجابي على الصعيد النفسي والاجتماعي لفئة ذوي الإعاقة؟ في الحقيقة يعني هذه المبادرة أقل ما يمكن أن توصف أنها رائعة، يعني رائعة في معانيها، في شكلها، في مضمونها. يعني أهم ما فيها إدماج شريحة مهمة في المجتمع، شريحة ذوي الإعاقة، هم عنصر المفترض ودائما يكون عنصر فاعل في المجتمع، جزء لا يتجزأ منه. هذه الحقيقة تحقق يعني بشكل جميل جدا في هذه المبادرة. كذلك كانت صورة جميلة لتضامن كافة فئات المجتمع الكويتي في الوقوف صف واحد ضد أزمة الوباء وما يشكل هذا الوباء من مخاطر وتحديات. طبعا كان تذكرون كان هذا استجابة كلنا، يعني هبينا استجابة لنداء السامي لصاحب سمو أمير البلاد لأهل الكويت بالفزعة. فكانت يعني صورة جميلة جدا مثل ما وقفت الكويت بكل فئاتها في الأزمات اللي واجهت التاريخ عبر تاريخها، ردينا وفزعنا بفضل الله سبحانه وتعالى، وهذه الفئة كانت في مقدمة الفازعين. كذلك تعبر هذه المبادرة عن تلاحم المؤسسات الحكومية مع مؤسسات المجتمع المدني مع مؤسسات القطاع الخاص. كل هذه المؤسسات 29 جهة من القطاعات الثلاثة دعموا هذه المبادرة بفعالية، فهذه أيضا صورة أخرى جميلة تبرز هذه المبادرة. وأنا أحيي الحقيقة الهيئة العامة لشؤون الإعاقة على رأسها الدكتورة شفيقة العوضي وصاحبة المبادرة المهندسة عواطف السلمان على يعني ما تم بذله في هذا، ولا زال إلى اليوم بفضل الله سبحانه وتعالى شايف أنا هذه المبادرة قاعد تنتقل من نجاح إلى نجاح. نعم، وإن شاء الله النجاح هذا يستمر. دكتور هلال ننتقل إليك، شلون تشوف جهد وعطاء أبنائنا من ذوي الإعاقة ومدى تفاعلهم مع أزمة كوفيد 19؟ حقيقة أبنائنا ذوي الإعاقة بدعوا في خلال هذه الحملة اللي هي حملة إحنا بعد وياكم. نعم، شفنا صناعاتهم للكمام الوجه وشلون تم توزيعها على الصفوف الأمامية والمحاجر والمستشفيات. هذا يدل على شيء، فيدل على قدراتهم على المشاركة في أي عمل تطوعي كباقي فئات المجتمع، وكل منهم له قدراتهم الخاصة اللي يستطيع مساندة الوطن. نعم نعم، كل الشكر لكم الدكتور بدر السميط، وأيضا عفوا المهندس بدر السميط والدكتور هلال الساير على مساهماتكم وعلى جهودكم في هذه المبادرة الجميلة لدعم ذوي الإعاقة، وأيضا مساهمة جميع قطاعات الدولة 29 قطاع خاص وأيضا حكومي شاركوا في هذه المبادرة اللي إن شاء الله من نجاح إلى نجاح. مشاهدينا اليوم ما في شك أن دور الجمعيات الإنسانية والخيرية في دولة الكويت دور مشهود، ولكن أكيد راح نغطي لكم هذه الجهود، ولكن من بعد هذا الفاصل بإذن الله. سعداء درنا معاكم واحنا بعد وياكم، مستمرين لتحقيق هدفنا واحنا بعد وياكم. نجدد لكم التحية مشاهدينا، وإحنا اليوم سعيدين في هذه الحلقة الخاصة والبث المباشر اللي يسلط الدور على جهود ذوي الإعاقة، خاصة في هذه الأزمة اللي نمر فيها أحمد، واللي أيضا شارك فيها جميع فئات المجتمع، وأيضا سعيدين في دورهم وفي إسهامهم في مكافحة هذا المرض. صحيح فاطمة، وأعتقد أيضا أن الجانب الإعلامي مهم لإبراز مثل هذه المبادرات أكيد. الإنسانية والمجتمعية، والشكر أيضا موصول لضيوفنا الكرام اللي شاركونا واللي أيضا بعد راح يشاركونا. لدينا المزيد لكن من بعد هذا الفاصل.
ما زلنا مستمرين معكم مشاهدينا في هذه الحلقة الخاصة والمباشرة من برنامج مساء الخير يا كويت. مشاهدينا، ما في شك أن دور الجمعيات الإنسانية والخيرية في دولة الكويت دور مشهود له بالعطاء والنماء والخيرات لكل من يعيش على هذه الأرض الطيبة، واليوم يتأكد هذا الدور من خلال دعم هذه الجمعيات والمؤسسات الخيرية لهذه المبادرة الوطنية اللي تحمل عنوان إحنا بعد وياكم. وحول هذا الموضوع نتابع هذا التقرير. مشاهدينا، إحنا متواجدين الآن في مبنى الهيئة الخيرية الإسلامية العالمية، والهيئة كان لها دور كبير جدا في دعم الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة من خلال أزمة كوفيد 19، في دعم إخواننا وأخواتنا ذوي الإعاقة سواء في مراكز الإيواء أو الأسر المتعففة من إخواننا ذوي الإعاقة، أو من خلال توفير مستلزمات مختلفة في هذه الأزمة. حبينا أن نسلط الضوء أكثر، تابعونا من خلال هذا التقرير. أستاذ بدر المعتوق، أول شيء قواك الله، مدير إدارة الموارد البشرية والخدمات في الهيئة الخيرية الإسلامية العالمية، يريد تكلمنا عن الدور والدعم اللوجستي اللي قدمتوه لإخواننا ذوي الإعاقة في هذه الأزمة. الهيئة قدمت خلال فترة الأزمة هذه ما يقارب تقريبا نقدر نقول ما يقارب 4700 وجبة ومستمرة فيهم خلال فترة الأزمة. كانت طبعا هذول الأشخاص كانوا يخدمون على أصحاب ذوي الاحتياجات الخاصة داخل، وانت تدري يعني في وجود هذه الأزمة كان من الصعب أن هذا الموظف الخدمي اللي قاعد يرعى هذا المعاق أنه يكون يطلع ويرد مرة ثانية، لأن ذوي الاحتياجات الخاصة يحتاجون صراحة رعاية كاملة. هذه قيمة العطاء متمثلة ومتجذرة في 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 أبناء هذه الديرة، والله الحمد والمنة. وأنتوا يعني أكيد إحنا عارفين هذا التوجه موجود من رأس الدولة، من حضرة صاحب السمو أمير البلاد اللي هو قائد للعمل الإنساني، والكويت هي مركز للعمل الإنساني، وهذا الشيء طبيعي أنه ينعكس على جميع أبناء الديرة سواء من المواطنين أو حتى المقيمين على هذه الأرض الطيبة. فالمتطوعين أصدقائي وأصدقاء الجميع. مشاهدينا، كثيرة هي الجهود اللي تقدمها جمعيات النفع العام في الكويت، وتحديدا جمعيات اللي تهتم بشؤون ذوي الإعاقة، ومنها جمعية المكفوفين الكويتية. هذه الجمعية كان لها دور بالتواصل وتوعية إخواننا وأخواتنا المكفوفين خلال أزمة كوفيد 19، فيسعدنا أن يكون معنا إن شاء الله من خلال هذه التغطية لقاء مع رئيس مجلس إدارة جمعية المكفوفين الكويتية الأستاذ فايز العازمي، تابعونا من خلال هذا التقرير. طبعاً إحنا قمنا في خلال الفترة الماضية بالتعاون مع معهد البناء البشري والهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة وجمعية الشيخ عبد الله النوري الخيرية بطباعة 3000 نسخة لبروشور خاص بطريقة برايل، طبعا نتحدث حول أهم التوصيات وأيضا أهم الإجراءات الوقائية اللي تتحدث حولها منظمة الصحة العالمية. كذلك أيضا جمعية المكفوفين الكويتية قامت أيضا بطباعة هذا المطوية أو البروشور صوتيا، وتم ايضا ارساله في عن طريق الواتساب. اشكر كل الجهات اللي اعطتنا الحق ان نوقف مع ديرتنا في هذه الازمه، واحنا بعد وياكم. يسعدنا ان يكون معنا من خلال هذا اللقاء الدكتور جابر الوندا، وهو رئيس قطاع الخدمات المسانده. قواك الله دكتور ويعطيك العافية، ويريت بداية تكلمنا
عن دور جمعية النجاة في هذه الحملة. كان الترتيب أن توفر جمعية النجاة الخيرية مقر يحتضن هذه المبادرة ويكون فيه خط إنتاج كامل يتماشى مع الظروف الصحية والظروف الوقائية لهذه الشريحة. حرصنا كل الحرص أن يكون هذا المقر متماشي مع الاشتراطات الأمن والسلام اللي أطلقتها وزارة الصحة، وأيضا يعني الإجراءات المتشددة اللي عزاهم الله خير هيئة ذوي الإعاقة ووزارة الصحة ومعهد البناء البشري والأمم المتحدة يركزون عليها، لأن هذه الشريحة كلنا يعرف ربما بعضها لديه مشاكل صحية، بعضها لديه إعاقات حركية ربما ما يتناسب معهم كل المقرات، والحمد لله حرصنا على توفير المقر بأعلى يعني خلينا نقول معايير الصحيه المناسبه لهم، وايضا حتى لا يكون هناك اي اعاقه ربما تسبب ضيق في نفس هذا الاخونا او اختنا المعاق انه ما استطاع ان يشارك معنا. كل الشكر للزميل أحمد الفرحان على هذا التقرير. وإحنا من خلال برنامج مساء الخير يا كويت قاعدين نحاول نغطي جهود كل القطاعات المشاركة في هذه المبادرة. شنو عندنا الحين أحمد؟ الحين عندنا فقرة مهمة جدا، يسرنا أن نتواصل عبر الهاتف مرة أخرى مع الأستاذ عمر الثويني رئيس قطاع الموارد والعلاقات العامة والإعلام بجمعية النجاة الخيرية، وعبر السكايب مع الأستاذ وليد السيف مدير عام جمعية الشيخ عبدالله النوري الخيرية. نرحب فيكم معنا من خلال برنامج مساء الخير كويت، وحياكم الله معنا في هالبرنامج ومن خلال هذا اللقاء. الله يحييكم. حياكم الله بالخير. يا هلا ومرحبا فيكم ويانا في هذه الحلقة الخاصة من برنامج مساء الخير يا كويت، وإحنا نحتفل معاكم بهذه المبادرة الوطنية الإنسانية إحنا بعد وياكم. وطبعا أكيد هذه المبادرة يعني ما شاء الله جهود جبارة وقطاعات كثيرة مشاركة معاكم حتى تنجح هذه المبادرة، وأكيد إحنا متأكدين أنها هي من نجاح إلى نجاح. ونتوجه بالسؤال الأول إلى الأستاذ عمر الثويني. في البداية أستاذ عمر، ما هي الخدمات اللي قدمتوها لإنجاح هذه المبادرة من منطلق تواجدكم في منصة الدعم اللوجستي لمساندة جهود الحكومة في مكافحة فيروس كوفيد 19؟ بسم الله الرحمن الرحيم، ومساكم الله بالخير، وأرحب المشاهدين الكرام. نعم. بارك للجميع للأمانة نجاح هذه المبادرة الوطنية لذوي الإعاقة، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يرفع البلاء والوباء عن الكويت. اللهم آمين. آمين. ولا يفوتني أن أشكر وزارة الإعلام ووزارة الشؤون للأمانة، جهودهم واضحة من بداية الجائحة من يعني أواخر فبراير حتى هذه اللحظة. للأمانة التنسيق المستمر والدائم بين الجمعيات الخيرية والمنصة سهل علينا هذا التعاون الجميل مع حملة وإحنا بعد وياكم. نعم. أعضاء المنصة والتحالف بشكل عام احتضن تحالف المجتمع المدني وتحديدا منصة الدعم اللوجستي المبادرة لإيمانها العميق بوجود المعاق وقدرتها على ممارسة حقه في التطوع. قمنا بتوفير مقر مجهز بشكل كامل لتجهيز التلال الغذائية ومشاركة إخواننا من ذوي الإعاقة. وفرنا الحقائب الوقائية من كافة الجهات الخيرية المشاركة بهذه المبادرة لذوي الإعاقة. نعم. طبعاً. تفضل أستاذ. تفضل. كذلك قدمنا التلال الغذائية لأسر ذوي الإعاقة وتوصيلها إلى منازل. أنا ودي الأمانة يعني أشكر الـ 12 جمعية اللي شاركت في هذه المبادرة وكانت تحت تحالف المجتمع المدني. نعم، شكرا لك على توضيح هذه النقطة المهمة جدا، خصوصا في مثل هذه الحلقة الخاصة اللي نركز فيها على ذوي الإعاقة. لكن أتوجه بالسؤال للأستاذ وليد مرة أخرى، يا ريت لو تحدثنا عن مشاركتكم في مبادرة إحنا وياكم اللي أطلقتها الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة مع معهد البناء البشري لتدريب فئات الرعاية الاجتماعية. السلام عليكم. مساكم الله بالخير جميعا. حقيقة بعد تقديم الشكر للجميع على هذه المبادرة وعلى هذه اللي يمكن غطت أمور المعاقين بكل جوانبها. نعم. جمعية الشيخ عبدالله النوري يمكن كان لها مبادرة مع هيئة الإعاقة، وهذه المبادرة كانت بالتعاون مع جمعية مكفوفين بطباعة التعليمات الخاصة في مرض كوفيد 19
وبطريقة بريل ل3100 من إخواننا المكفوفين، وتم طباعة هذه التعليمات وتوزيعها على المكفوفين. حقيقة احنا يمكن اتفقنا مع شركة قمنا بإيصال هذه المطبوعات إلى بيوت المكفوفين مباشرة، والحمد كان لها صدى طيب. وبدون شك هذه يعني المبادرات اللي من الجمعيات الخيرية كان لها أثر كبير في أنها تعين إخواننا المعاقين في جميع الجوانب. نعم، نتوجه بالسؤال الحين إلى الأستاذ عمر الثويني. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: الخير في وفي أمتي إلى يوم القيامة. شلون تشوفون أو تقيمون عطاءات المؤسسات والقطاعات الخيرية والإنسانية الكويتية للأشخاص ذوي الإعاقة؟ الله يبارك فيك. طبعا تسعى المؤسسات لتقديم خدمات تعليمية وتربوية تخدم الأطفال والشباب من ذوي الإعاقة الذهنية عشان يعتمدون على أنفسهم. تقديم الدعم الأسري المعنوي لذوي الإعاقة وتوجيههم وإرشادهم، العمل على دمج الأطفال والشباب من ذوي الإعاقة الذهنية وانخراطهم في المجتمع من خلال الأنشطة الاجتماعية والثقافية والترفيهية والرياضية. أخيرا تقليل قدر المستطاع وقوع المشاكل السلوكية عند بعض الحالات التي تحتاج لتعديل السلوك. نعم، جزاك الله أستاذ عمر على توضيح هذه النقطة، ومنها يعني ممكن ننطلق لنقطة أكثر أهمية وتحديدا السؤال الأستاذ وليد. خليني أتكلم شوية على أهمية العمل الإنساني وأهمية مشاركة ذوي الإعاقة في دعم العمل الخيري والإنساني. طبعا مهم جدا حقيقة، يعني يكون أكو تضافر الجهود. لا الحمد يمكن في تضافر جهود عالي جدا، يمكن خصوصا في هذه الجائحة. نعم، كان في تعاون يعني لا مثيل له مع الجهات الحكومية كاملة، الجمعيات الخيرية عبر المنصة اللي ذكرها أخوي عمر، وكذلك المتطوعين والمتبرعين. كل هذه المنظومة كانت تعمل مع بعضها البعض لإنجاح الأعمال، وهذا يعني شفناه بشكل تلقائي وبينت ثمراته بشكل بالفعل إيجابي. كل هذا حقيقة لدعم المعاق وجعله إنسان منتج. نعم، وللأمانة في كثير من المشاريع اللي يمكن جمعية الشيخ عبد الله النوري كانت طرحتها لدعم المعاقين، خصوصا أحد المشاريع الهامة إن شاء الله المستقبلية اللي هي إدماج حالات بعض الحالات ذوي الإعاقة الذهنية البسيطة لإدماجهم في سوق العمل، بحيث أن يكونون منتجين ويعملون في الشركات والوزارات. ولعل هذا الدعم بالفعل يعني يكون له أثر إيجابي سواء على المعاق أو على أسر المعاقين اللي بالفعل عندها معاناة كبيرة حقيقة. نعم، نتوجه بالسؤال الحين إلى الأستاذ عمر. شلون شفتوا نجاحات تطوع الأبناء من ذوي الإعاقة في العمل الخيري والإنساني؟ والله ذوي الإعاقة أكيد لهم بصمة واضحة، وبدليل نجاح حملة وإحنا بعد وياكم. الأمانة تواجدهم الفعال في جميع المجالات الخاصة الإنسانية والمجتمعية، أيضا تواجدهم في المحافل والمناسبات الوطنية، حتى في مجال الرياضة يعني صراحة. نعم، شفناهم دائما يرفعون الرأس واسم بيرتنا الحبيب الكويت. فوجود ذوي الإعاقة في المجتمع ودورهم الفعال لا شك أنه جدا متميز. اللهم لك. طيب، يعني أعتقد أن الجانب اللي قاعد تتكلم عنه هو جانب مهم جدا، بالإضافة إلى هذا العمل المجتمعي ومحاولة إشراك ذوي الإعاقة معنا بالمجتمع. وهذا يقودنا إلى سؤال مهم جدا أستاذ وليد. ما هي الأعمال الإنسانية اللي قامت بها جمعية الشيخ عبد الله النوري خلال أزمة كوفيد 19؟ لا الحين طبعا يمكن الجمعية قامت بأعمال، راح أذكر جوانب رئيسية منها. نعم، خصوصا من مثل ما ذكر أخوي عمر كانت في منصة حقيقة لجميع الجمعيات عدل للتشارك في توزيع هذه الأعمال. ويمكن جمعية الشيخ عبد الله النوري قامت بعمل مركز فحص بالسيارات اللي موجود في استاد جابر بالتعاون مع وزارة الصحة، قال الحمد لله دور كبير في خدمة حقيقة اللي يروحون للفحص. كذلك قمنا بدعم المجمع الطبي الشمالي بالتعاون مع وزارة الدفاع وتجهيزه بالأجهزة الطبية والمعدات. تم تجهيز أيضا محجر سيشل، المساهمة في محجر سيشل وكذلك محجر صبحان. قامت يمكن جمعية الشيخ عبد الله النوري بتوزيع تقريبا 30,000 سلة غذائية بما يعادل تقريبا 270,000 دينار. نعم، وكذلك دعم الأسر اللي قدمت على المنصة
ما يعادل تقريبا حوالي 1600 أسرة، أيضا مبلغ فاق ربع مليون دينار لله الحمد منه. هذه تقريبا أكثر الأعمال اللي يعني يمكن قامت المساهمة فيها جمعية الشيخ عبد الله النوري خلال الفترة، وما زلنا مستمرين حقيقة في دعم يعني المجتمع في بعض الاحتياجات الفترة القادمة إن شاء الله. نعم أستاذ عمر، باختصار هل هذه المنصة ما زالت تعمل في دعم جهود قطاعات الدولة في مكافحة هذه الجائحة، أم هناك آلية جديدة تستطيع من خلالها الجهات تقديم طلب الدعم لاحتياجاتها في ظل هذه الأزمة؟ نعم، جهود المنصة مستمرة لمساعدات قطاعات الدولة بشكل كامل. نعم. حتى انتهاء أزمة كورونا بإذن الله تعالى مستمرين في دعم أحبابنا من ذوي الإعاقة، وهذا واجب ومطلب ديني وإنساني وطني. وأؤكد استعداد المنصة لدعم هذه الفئة المحببة لدى الجميع الأمانة، فهم أهلنا وإخواننا وأحبابنا، ونفخر بعملهم ونفتخر فيهم. وبإذن الله تعالى مستمرين في خدمة ديرتنا وأهلنا في الكويت. كل الشكر لضيوفنا الكرام الأستاذ عمر الثويني رئيس قطاع الموارد والعلاقات العامة والإعلام بجمعية النجاة الخيرية، والأستاذ وليد السيف مدير عام جمعية الشيخ عبد الله النوري الخيرية. شنو عندنا الحين أحمد؟ احنا طبعا بعد الكلام الجميل والرائع وهذه المبادرات الإنسانية المجتمعية اللي سمعناها من ضيوفنا الكرام الأستاذ وليد والأستاذ عمر، أكيد نحس بأن هذه الشراكة ما بين القطاع الخاص والقطاع الحكومي والمجتمع المدني تنم عن مبادرة إنسانية ذات بعد لا قيمة، وأعتقد هذه القيمة تظهر من خلال هذه الأعمال. القطاع الخاص قطاع مؤثر ومخلص في دعم المشروعات الاقتصادية، وهذه المشروعات الاقتصادية اللي لها جانب وايد مهم جدا خصوصا في الجانب الاجتماعي والإنساني في دولة الكويت، وهذا الدور يعني لا يقفله أحد اليوم. واليوم ممكن نحتفل بمبادرة وطنية إنسانية كان للقطاع الخاص ولا يزال دور مؤثر فيها، وهي مبادرة وطنية لدعم الأشخاص ذوي الإعاقة واللي حملت شعار إحنا بعد وياكم. المزيد من خلال التقرير التالي. من أجل سلامتكم تم إجراء كافة التدابير الاحترازية تبع توصيات وزارة الصحة والبلدية وأعلى المقاييس العالمية. تنورونا وحياكم الله. شعور جميل أن واحد يتطوع عشان يرفع على قدر يقدر يعطي شيء ولو بسيط حد يوم. استجابة من الأشخاص ذوي الإعاقة لنداء صاحب السمو بأن إحنا أيضا جزء من هذه الفزعة. أخلقت لنا قانون، قانون اللي ما يشوفه في الدول الأخرى. تشجيع المجتمع على تبني النظرة الإيجابية للأشخاص ذوي الإعاقة. إنتاج ما يقارب 80,000 شيلد وتم توزيعها على كل المؤسسات. نمو
أعتقد مدينا نموذج من النماذج اللي وجدناها في الكويت بصورة موسعة أكثر من دول. أتقدم بالشكر لهيئة اللي أعطونا الفرصة المشاركة في حملتها الإنسانية، وإحنا بعد معنا. طبعاً إحنا قمنا في خلال الفترة الماضية بالتعاون مع معهد البناء البشري والهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة. رجعنا مشاهدينا من بعد الفاصل، مستمرين معاكم ببرنامج مساء الخير الكويت وحلقتنا الخاصة لهذا المساء، ويسرنا أن نلتقي عبر الفيس تايم مع الأستاذ سعد بليس الممثل القانوني ونائب المدير العام ومدير عام العلاقات العامة الخارجية والداخلية والعلاقات الحكومية وشؤون الموظفين بمجموعة الكوت الغذائية. حياك الله معنا أستاذ ببرنامج مساء الخير الكويت. حياكم الله وتشرفنا باستضافتكم الكريمة. بداية بسم الله الرحمن الرحيم، بداية حديثي طبعا الكويت تستاهل وعيالنا من فئة ذوي الاحتياجات الخاصة يستاهلون كل الخير بالفعل. وهذا شرف لي تواجدي معاكم في البرنامج الراقي الطيب، وكل الشكر لكم والشكر للسادة المشاهدين والمستمعين الكرام، وجزاكم الله خير على التطلعات هذه والمبادرات الطيبة في دعم حملة احنا وياكم، وان شاء الله منها للامام ان شاء الله دوم باذن رب العالمين ان شاء الله يا رب. مساك الله بالخير أستاذ سعد. في البداية ودنا تعطينا فكرة عن مشاركتكم في مبادرة حملة وإحنا بعد وياكم. حياك الله أختي الفاضلة. طبعا بداية الفكرة عن المشاركة مع مبادرة حملة وإحنا وياكم كان في تنسيق مباشر مع جمعية النجاة الخيرية. نعم. كون دور ذوي رعاية الاحتياجات الخاصة كل موظفينهم محجورين وما عندهم أحد يطبخ لهم ولا يسوي لهم الأمور هذه كلها، وجت بالصدفة للأمانة. وإحنا بالأساس كنا كشركة مجموعة كتل غذائية إحدى مجموعة شركات الحميضي. نعم. مواد غذائية. في بداية الأمر تطرقنا حق الموضوع هذا، نقدم أي مساهمات أو أي تطوع أو أي خدمة لبلدنا الكويت الحبيب، وبلشنا وبدينا بالأمور هذه من أول ثاني أسبوع من بداية أزمة كورونا. نعم. والله الحمد تم التنسيق مع جمعية النجاة الخيرية في موضوع دور الإيواء لتقديم الوجبات للناس العاملة في هذه الهيئة اللي تقوم في مباشرة ورعاية أبنائنا العزيزين على قلوبنا وأحبانا وأكباد أفلادنا اللي هم ذوي الاحتياجات الخاصة. قمنا الأمانة بتوفير لهم كل الأغذية والوجبات، وحتى لي على الفكرة في الصدفة كان في وقتها يوم أوف للمصنع، فاضطريت وقمت بالتنسيق مع الرئيس التنفيذي والرئيس التنفيذي للعمليات والشيفت، وفتحنا مطعم خاص. نعم. لتلبية هذا الاحتياج في أسرع وقت، والحمد لله رب العالمين بالتنسيق مع الأستاذة عواطف السلمان قمنا في إنجاح هذا العمل في أول يوم، وتم باستمرار لغاية أول شهر رمضان الكريم ولله الحمد. نعم، قواكم الله على هذا المجهود الطيب أستاذ سعد، وهذا قد يقودنا إلى سؤال مهم جدا وأنت تطرقت له في البداية لكن تطرقت له بشكل سريع، أبي شوي أركز عليه، وهو أهمية مشاركة القطاع الخاص لبقية قطاعات الدولة وتحديدا في دعم الجهود الحكومية لمكافحة فيروس كورونا. طبعا السادة الكريم انا معاك في كل اللي قلته 100%. طبعا بلا شك وانا على يقين، واحنا مجموعه كوت مجموعه الحميضي على يقين 100%. نعم. ان دور القطاع الخاص مهم في كل لحظه وكل ثانيه وكل وقت، وسند ومساهم وداعم لقطاع دور الحكومي. على سبيل المثال كل شركه وكل مجموعه وكل بزنس او كل عمل في صميم عمله يؤدي جهد وفير ويؤدي سند ويؤدي دعم للقطاع الحكومي للنشء والقيام في العملية اللي احنا فيه حاليا، ولدعم الجهود الحكومية في القضاء على وباء فيروس كورونا في أي طريقة ما. صحيح. في الدعم الكلي والمساند منا احنا كشركات أو أفراد أو مجتمع أو عوائل أو أسر، إن نقاوم ونجتهد في الوجود والوصول إلى نهاية حد هذا الوباء بإذن رب العالمين بإذن الله.
نعم أستاذ سعد، في البداية ذكرت لنا أن افتتحتوا مطعم خاص في أول أسبوعين من هذه الأزمة، وأكيد كان لكم دور كمجموعة الكوت الغذائية. نبي نتكلم عن هذا الدور اللي مارستوا خلال هذه الأزمة، وشنو هي الجهات اللي استفادت من كل هذه الخدمات اللي قدمتوها؟ شكرا اختي الفاضلة على سؤالك، سؤال مميز. طبعا احنا بلا شك بالدور اللي قمنا فيه مجموعة كتل غذائية من اول ايام الازمة، على سبيل المثال كنا بالتواصل مع الاخوان في وزارة الداخلية بممثلة بالادارة الدفاع المدني. نعم. اوكي. وكنا على تواصل معهم من اول ثاني اسبوع في بداية الازمة، على ما اعتقد اذا ما يخيبني الذاكرة من بعد 15/3 او 17/3 قمنا بالتواصل مباشرة معهم، وقدمنا لهم رسالة رسمية كونها رسالة وطن، وإحنا الآن في أزمة ولازم نوقف، وهذا حان وقت الفزع لكل فئات المجتمع الكويتي ولكل الدوائر والمؤسسات الحكومية في شتى الطرق. ما روح ونقدر ونقوم فيه ونساهم فيه، خصصنا كل جهودنا وكل موظفيننا وكل إمكانياتنا تحت منصة الدفاع المدني ومجلس الوزراء. قدمنا على سبيل المثال 150 سيارة مع 150 سائق مع تركات، حطينا خط مباشر أونلاين في الخدمة لأي طلب يطلبونه المؤسسات الحكومية والوزارات، وزارة الداخلية، الدفاع المدني، اللجان الخيرية، وقمنا بالتعاون. وشاكر ومشكور جدا جزيلا لجمعية النجاة الخيرية في المساهمة في رفع بسمة وزيادة بسمة على وجه الأسر المتعففة بالمشاركة مع مجموعة كوت ومجموعة الحميضة الغذائية بالدور الفعال اللي تواصلنا معهم شخصيا في حوالي أكثر من 300 إلى 400 أسرة على ما أعتقد، وتم التواصل معهم بتلبية كافة احتياجاتهم من أغذية وسلات غذائية، بالإضافة إلى تعاوننا مع الإخوان في طيران الجزيرة. قمنا بتوفير لهم كذا أو كم نوعي من الوجبات الغذائية أثناء وصول أحبائنا وأعزائنا المواطنين الكويتيين في حال قدومهم من خارج الكويت، وقمنا بالتوفير جزء كبير من الأغذية للعمال المطار والموظفين في بالتنسيق مع الإخوان في طيران الجزيرة. نعم. طبعا لا يسعني أن أختصر وأقول في شغلات كثيرة وممكن تنسى وتروح ما بين العمل. خلال 4 شهور احنا نعمل في مدار 24 ساعة على خدمة البلد وخدمة المواطن وخدمة المقيم، وما زلنا مقصرين. نعم. ونتمنى ان شاء الله نقدم اكثر واكثر باذن رب العالمين باذن الله. يعني بفضل هذه الجهود وهذه الافكار النيرة اكيد سيكون العطاء مختلف، دام ان عندكم رغبة للتغيير ورغبة لان يكون هناك اشراك مجتمعي ما بينكم وما بين فئات المجتمع الواحد. خليني اتكلم يعني عن جانب مهم جدا، وهي رؤيتكم المستقبلية للمسؤولية المجتمعية تجاه دعم فئة ذوي الإعاقة، وماذا عن استمرار دعمكم لحملة واحنا بعد وياكم في انشطتها خلال هذه الجائحة؟ طبعا أستاذ الكريم أشكرك على السؤال مرة ثانية. طبعا بعد هذه الشراكة ما تمت، وإحنا شخصيا كوت الغذائية إحدى مجموعة شركات الحميضي، إحنا مصرين على نكمل الشراكة ونبني جسور ونبني علاقات وطيدة وعلاقات مميزة مع حملة وإحنا وياكم لدعم المشروع الوطني هذا حق أبنائنا، فلذات أكمالنا ذوي الاحتياجات الخاصة وأبناء المجتمع كافة. اوكي. وقاعد نعمل في توصيات من رئيس التنفيذي ورئيس العمليات ان شاء الله نكمل المسيره ومنها للامام، واحنا مستعدين للعطاء والافضل ونستمر في الامور هذه كلها الى مستقبل بعيد، لان هذولي حسب ما وصى سيدي حضره صاحب السمو ان نعمل لخطه 2035 حفظ الله ورعاه، واحنا ككوت من عمرنا من اكثر من 40 سنه مميزين بالعمل الغذائي على مستوى الكويت وعلى مستوى دول أخرى، لازم نكمل ومتأثرين بالموضوع هذا وشادين جهدنا إن شاء الله نواصل المسيرة مع الإدارة اللي هي إدارة فئات الرعاية الاجتماعية ودور رعاية
وفاتحين بابنا في كل مجال إن شاء الله بين رب العالمين. إن شاء الله. كل الشكر لك أستاذ سعد البليس الممثل القانوني ونائب المدير العام ومدير عام العلاقات العامة الخارجية والداخلية والعلاقات الحكومية وشؤون الموظفين بمجموعة الكوت الغذائية على مساهمتكم هذه وعلى جهودكم المتواصلة في المسؤولية الاجتماعية. طبعا وصلنا يمكن إلى الختام، ولكن قبل أن نختم خلينا نتوجه بالشكر الجزيل والكبير لجميع العاملين اليوم بهذه الحلقة الاستثنائية، وكذلك لضيوفنا الكرام اللي شرفونا بهالبرنامج وكان يعني لديهم وقت كافي علشان يوصلون هذه الفكرة في مثل هذه المبادرات الإنسانية والمجتمعية، ولك أيضا على يعني المشاركة في هذه الحلقة، وللزميل أحمد الفرحان اللي قدم الكثير من خلال التقارير من أرض الميدان لينقل لنا الواقع. وأعتقد بأن هذه الحلقة اليوم قدرت ولو أنها تعكس جانب بسيط جدا عن الشراكة الحقيقية المجتمعية ما بين الجهات الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني والجهات الخاصة للدور الريادي لمحاولة إشراك ذوي الإعاقة بالمجتمع الكويتي. نعم أحمد، ويمكن لاحظنا بعد التنسيق الجبار بين كل هذه القطاعات سواء من القطاعات الحكومية أو القطاعات الخاصة، يعني شفنا شلون بينهم تنسيق في توزيع للمهام، في تركيز أن ذوي الإعاقة ما يكون لهم ما ينهملون في هذه الفترة، وبالعكس يكون لهم دور فعال ويبرزون جهودهم في التصدي لهذه الأزمة اللي إن شاء الله وبإذن الله راح تعدي. بإذن الله حتعدي، وكلنا تفاؤل بأن رجالات المجتمع الكويتي من الرجال والنساء قادرين على تخطي هذه الأزمة بإذن الله. وصلنا معكم لختام حلقتنا الخاصة لهذا اليوم، على أمل أن نلتقي وإياكم بحلقات أخرى. شاكرين لكم حسن المتابعة ونتمنى لكم دوام الصحة والعافية. في أمان الله.